اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد. وكل سنه وانتم طيبين لاخواتنا المسيحيين. النهارده هنعمل مع بعض اكلات لطيفه جدا وجديده تراضي الصغير والكبير. هنعمل النهارده اكله يعني ايه، في منها بيتزات وفي منها كفته بالموتزاريلا، حاجات كده بس كلها على قد ايدينا جدا. يعني احنا النهارده هنعمل كفته، مش كتير بنعمل كده، مثلا هنجيب نص كيلو لحمه ونعمل كفته جنبها مكرونه حمراء وخلاص، او بالعيش. النهارده هنزود لها، مجرد ما هنزود لها بس حبه جبنه موتزاريلا جديده هتغير لك تماما في الكفته، وهي هي نفس الكفته اللي هتعمليها بمكوناتها كلها، بس هنجيب حبه زياده من جبنه موتزاريلا، نص كيس مش اكتر من كده او اقل كمان. فاحنا عندنا مكوناتنا هنا ايه؟ عندنا لحمه مفرومه، بقدونس، جنزبيل، قرفه، بيضه، بقسماط ناعم، وبصله مبشوره، وجبنه موتزاريلا. هنعمل ايه بقى؟ بصوا هنعملها بطريقه لطيفه قوي. طبعا لو انت مش عندك الطحانه دي تعجني على ايديكي عادي جدا، تعجنيها حلو قوي ببعضها كلها، بس ايه تفضلي حبه تدعكي فيها عشان تختلط كل المكونات ببعض. عندك المطحنه اللي زي دي هنطحن فيها خلاص. يعني تروحي بشرب بصله قوي، تبشري البصله قوي ناعمه كده بالمبشره، وتحطي فيها البيضايه والبقسماط وعليها اللحمه، وادعكي ادعكي فيها كويس كويس كويس، حبه 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 حبه، وبعدين افردي. طب انا اهو انا عندي دي وهعملها على ايديا عشان بس ايه محدش يقول انا ما عنديش فمش هعمل. هجيب البصلاي اللي عنده طحانه يحط فيها على طول، انا مع اللي ما عندوش. بقسماط ناعم قد نص كوبايه، بقسماط ناعم، بيضه، جنزبيل معلقه صغيره، قرفه نص معلقه، ملح وفلفل، نص ملح نص فلفل، وايه معلقه ملح مش مليانه عشان تبقى الحدقيه بتاعتها مظبوطه شويه. وقلب ده كله مع بعضه حلو كده. ماشي. هو المشكله هنا انا بشر لي البصل بشر تخين شويه. ماشي، انت تبشري البصله بشر ناعم. ماشي، فدي انا هضطر بس ان انا ايه انقلها لهناك عشان بشر البصل تخين، وارجع ارجعها تاني. هعمل كل حاجه بايدي، بس انا عايزه البشر بتاع البصل يبقى مش باين عشان تبقى ناعمه. لا والله بشر المبشره عاديه دي، مبشره اليدوي. لا كان عندهم مبشره يدوي. ايه لا كانش عندكم مبشره؟ ايه ومبشره اليدوي دي من ايام الفراعنه؟ لا انا كنت اطبخ بس. بقول جدتي كانش عندها مبشره، قال ده المبشره دي من زمان من زمان الزمان. معانا شيرين. يا شيرين. ايوه اهلا وسهلا. ايوه صباح الخير. صباح الفل، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ انا بتصل يعني في اي برنامج الحقيقه. الله يخليكي. يا بسبب مامتي وبنتي مش انا خالص. طب ليه كده؟ ليه كده؟ انا يعني ماليش قوي يعني، بس هي ماما متابعه فظيعه ليكي، وبنتي بقى الحقيقه بقت لجدتها دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني انا واخده الجيل الفوق اللي تحت الوسط ده ماليش فيه ولا ايه؟ انا فلت منهم. تسلم ايدك. الله يخليك يا حبيبتي. والله اللي بتعمليه وربنا يخليك كده ان شاء الله يعني، وبنتي بقى تتعلم منك ان شاء الله. ربنا يخليك يا عيني، متشكره جدا، ربنا يكرمك. هي بنتي هتكلمك، هي مليكه. دهاني ماشي. مليكه. الو الو، ازيك يا مليكه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. بتساعدي تيتا يا مليكه؟ ايه؟ بتساعدي تيتا؟ اه. مش هقول لك ماما بقى،
عشان هو طلع انا من اللعبه. ليكي سؤال يا ملكه انت بقى؟ عايزه اسال عن طريقه ورق العنب. الايه؟ انت ماما مش تعرف تعملها؟ ايه انت عايزه اسال عن طريقه ايه؟ مش سامعاكي، قولي تاني. انا عايزه طريقه الورق عنب. ورق العنب؟ اه ماما بتعرفش تعمله صح؟ انت بقى اتعلميه وانت علميه لماما. ماشي، شكرا ليك يا مليكة. عسل. واخدين احنا الجيل الصغنن الكبير والوسط ده لسه بنحارب فيه. اللي ما خدش ان هو يطبخ ده. بصوا كده نديها شويه البقدونس الصغيرين مش كتير. كده. بصوا بقى دعكناها ازاي. هي كده جامد جدا. معانا ام ادهم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام ادهم؟ الحمد لله، على فكره انا بحبك قوي. ربنا يخليكي. ازيك انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انا نفسي اعجن المعجنات، بس انا من الفيوم عامه يعني من الارياف. بس بس نفسي اعمل العيش اللي هو اللي احنا بنشتريه ده البلدي. نفسي اجربه عندي هنا. طب ليه مش بتعمليه كوبتين دقيق حتى؟ بس انا عايزه بقى اجرب. بس انا قولي لي اجيب صينيه ايه؟ حاضر ماشي، لو سمحت رد عليا عشان بوصل لك بصعوبه. بصي العيش انت مهم قوي انك تشوفيه واحنا بنعمله. احنا بنعمله كتير جدا. فمهم قوي تشوفيه. هو ما فيهوش حاجه، ده هو سهل جدا. ده انت كوبايتين دقيق بتقولي بالواجب كله يعني. بس هو يعني لو عايزه تعملي لازم تشوفيه. لو انت اول مره تعملي شوفيه الاول بعمله ازاي، عشان درجه العجينه السمك بتاعها ليها قوام. اللي هنحط على الطاسه برضو لنا كده ايه حاجات معينه بنعملها يتشمع. عايزه تشوفي انا بشمعه ازاي، فيا ريت تتابعي شكل كده سجيده معانا مش قديمه. فتابعيني وان شاء الله هتلاقي ايه كل حاجه مظبوطه. بصوا كده، او تعالي طلعيه من على النت على اليوتيوب هتلاقيه ان شاء الله. طلعي العيش، طلعيه على صفحتي. بصوا كده عجنتها ازاي. عجينه اهي بقى، البصل مش باين. انت تبشري البصلايه، تبشريها مبشره رفيعه، حطي عليها بيضه، حطي عليها نص كوبايه بقسماط ناعم، وتحطي ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل كل البهارات، وبعدين تنزلي عليها اللحمه وشويه بقدونس صغيرين وتدعكيها كده جامد، كله ما يبانش غير ايه؟ اللحمه بس، مفيش حاجه باينه منهم خالص. نعمل ايه بقى؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب كده. نجيب ورق ألومنيوم أنا هعمله إيه؟ ممكن تعمليه صوابع صغيرة ويفضل كل صباع تلفي عليه، بس أنا قلت هتبقى شغلانة بالنسبة لكم، مش عايز صعب عليكم الموضوع. أنا عايزة أخلي موضوع سهل كده وبسيط، فقلت هنعمل صباع تخين شوية ونقسمه على اتنين. ماشي؟ عشان لو كنت عملته زي احنا عايزين نعمله كده صباع صباع يعني كنت هتزهق. عامل زي بتلف محشي بالظبط. لو عندك وقت اعمليه. قطع ورقة كده ايه على الناحية اللي وشها بتلمس. حد قال قبل كده المعلومة دي، فقلنا ايه بحب امشي حسب المعلومات. قال لما تيجي تعملي حاجة اعمليها على الوش اللي بيلمع ده اصح من الناحية المطفية. احنا عامة على طول بنيجي نستعمل بنروح مستعملين الناحية دي المطفية ونبدا ان احنا نلف. فقال لك لا، الاصح ان احنا نعملها على الناحيه اللي بتلمع. فاحنا طبعا طبعا الايه الاصح ان شاء الله يعني. فهنجيب كده معانا احمد. يا احمد. الو، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويس الحمد لله. ليك سؤال يا احمد؟ ايه ليك سؤال؟ كنت عايزه اسال عن طريقه داوود باشا. داوود باشا؟ حاضر ماشي يا احمد، شكرا ليك.
بصوا كده نعمل صباع كفتة كده كبير شوية، يعني يتقسم على اتنين. نجيب جبنة مش عايزة امدي ايدي جوه الجبنة، ايدي مطرحها لحمة وايه ممكن يزيد من الجبنة، فما ينفعش نحط حاجة ونحط ملعقة بعيد ولا بعيد كده، بس ايدي مطرحها لحمة واحطها جوه الجبنة ويفضل من الجبنة يتاكل ايه يعني ممكن تتاكل نية مثلا او تتحط على حاجة ما تستويش قوي، فمن بعيد كده احط المعلقة كمان اهو كده. ابدأ بقى الف الايه على الايه على الجبنة دي. اظبطها كده ماشي. حط علينا مثلا زي دي كده، احط عليها لحمه برضو عشان في الاخر هفكها كده، وابدا اهو بصوا كده واعملها زي البونبونيه كده. ماشي واحده كمان كده، طري بس العجينه في ايدينا. كده اهو زي المستطيل، نظبطها زي المستطيل كده، وابدا احط عليها في وسطها جبنه تاني. كده وابدا ان انا الف عليها اللحمه زي الصباع. كده والفها كده كل بقى كميه بالطريقه دي كده زي بونبونيه كده، واحطهم في صينيه وادخلها الفرن تستوي على كده. ماشي فانا دلوقتي هكمل كل الكميه دي بالطريقه دي كده وهدخلهم الفرن، وهطلع في فاصل صغير، ارجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل.